التعليم الخصوصية اليوم السبت 19 دجنبر بحصولها على شهادة الجودة العالمية ISO 9001 بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وآباء وأولياء التلاميذ إلى جانب العاملين بالمؤسسة من الطاقم التربوي والإداري. يعني روح مبادئ وأخلاق انتماء للوطن إدارة حقيقة أضبطكم عليها إدارة ممتازة أشخاص جادين معلمين وأساتذة ومعلمات وأستاذات يعني يبذل مجهود كبير باقي الذين يتعاونون كل واحد يعطي أفضل ما عنده لا الإخوة السائقين لا الأخوات المرافقات لا الأخوات اللي كيشتغلوا في النظافة المؤسسة من غير خدمة في هذه الخدمة كانت بالله تعالى توصل هذا المستوى هذه المؤسسة شحال هذه اللي عملناها راه 25 عام هذه الخدمة هذه في هذه المؤسسة قبل ما يشري هذا الكيران خدموها